لكن اذكر صوره لعالم من علماء الامه في لحظاته الاخيره وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فذكروا في ترجمه الشيخ رحمه الله في وفاته انه اجتمعت له اعمال البر والخير قبل موته ففي الأشهر الأخيرة مع شدة المرض عليه كان مستمرا في دروسه وكلماته ومستمرا في مساعدة الناس وحتى لما أدخل المستشفى مرة يأتي الكتبة الذين يكتبون فتاوى الشيخ في المسائل التي ترد عليه من شتى أنحاء البلاد وهو في المستشفى يفتي ويجيب ويعلم وهكذا زار مكة واعتمر يعني قبل أشهر من وفاته ثم في الليلة الأخيرة جلس مع أهله وذكر ابنه أنه كان مستقر الحالة منشرح الصدر وآنسهم وذكرهم وعظهم حتى فارقه اهله في الساعه الثانيه عشر ليلا ثم قال لولده لما عرف ان الساعه الثانيه عشر قال له قم توكل على الله نم فيقول ذهب والدي واذا به يصلي صلى ما كتب الله له ثم نام ثم قام في الساعة الثانية الساعة الثانية والنصف أو الساعة الثالثة على عادته في قيام الليل رحمه الله وإذا به يدخل الخلاء بدون مساعدة يتوضأ ويقوم الليل يصلي يطيل القيام وتلاوة القرآن والسجود وصلى ما كتب الله له ثم بعد الصلاة التفت إلى زوجته قالت لو تريد شيئا فإذا به يبتسم تقول ابتسامة يعني واضحة في وجهها يبتسم سكت ثم اضطجع ثم قام توضأ صلى ثم اضطجع وهو على طهارة وجعلت يعني تشعر أنه يتنفس بضيق ويذكر ربه جل وعلا فاتصلوا بالاسعاف جاءت السياره واخذوه واذا بروحه تفيض الى ربها رحمه الله